أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها في أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على رقم الواتساب على برنامج الواتساب المخصص لحلقة برسالة مكتوبة أتمنى تكون متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين. وفي حال ورود رسائل لنا نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقاتنا وملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف صار روتيني بالعراق بسبب الفساد، هو ملف تغول الميليشيات بالعراق، تجاوزات هاي الميليشيات بالعراق المستمرة على كل شيء حتى على هيبة الدولة. عندنا مصدر أمني أفاد بمحافظة واسط أنه أكو اشتباك وتبادل إطلاق نار بين قوة أمنية ومجموعة من ميليشيا السرايا بوسط المحافظة. هذا المصدر صرح وبين انه هاي القوة كانت مكلفة بواجب امني بوحدة من السيطرات الداخلية قرب ساحة تموز وسط مدينة الكوت مركز المحافظة. دخلت باشتباك ويا افراد من ميليشيا السرايا اثناء محاولة هاي القوة الامنية ان تفتش السيارة اللي هم راكبين بها. هذا الشيء اللي ادى الى اصابة شرطي بكدمات، ولافتين أو لافت الأنظار المصدر أنه الموقف تطور إلى إطلاق نار بالهواء بين الطرفين، بين القوى الأمنية وعناصر ميليشيا السرايا، وين؟ بالسيطرة. وراء هذا الشيء نفس المصدر طلع وقال أنه العشرات من عناصر السرايا تجمعوا بمركزهم بوسط الكوت نتيجة ورود معلومات عن توجه قوة أمنية حتى تعتقل عدد من أفراد هاي الميليشيا. لكن هم صاروا يطلقون النار بالهواء، صاروا يخوفون القوة الأمنية، هذا اللي أجبر القوة الأمنية أن تنسحب على الفور وما توجهت إلى مقر سرايا السلام، خوفا من تطور الموقف من جديد بين الطرفين، بين منو؟ قوة أمنية تتبع إلى وزارة سيادية، تتبع إلى حكومة تدعي أنه هي حكومة عراقية مكلفة بحفظ الأمن، وبين ميليشيا تدعي انه هي واجبها الدفاع عن ارض الوطن. خلونا نشوف اللي صار بين السرايا والقوات الامنيه. أنا أحب أوجه كلمة إلى صاحب تيار الإصلاح مقتدى الصدر. عيوني، إذا أنت فعلياً متخذ مبدأ الإصلاح، هذا مو إصلاح، هذا أول حركات الفساد. والإصلاح ما يصير هيك، الإصلاح لما تكون أنت أول الناس اللي تحافظ على القانون وتنفذ القانون بحذافيرة. هاي رقم واحد. رقم اثنين، إلزم جماعتك شوية. رقم ثلاثة، دا تلاحظون السرايا عندهم مشاكل هواية بالجنوب وببغداد، مواجهات، خاوات، ويدهموا منازل. تعرفون ليش؟ هسه أقول لكم ليش. اللي راح تشوفوه فد شوية هو بالبصرة. هذا الفيديو راح تشوفوه بعد قليل. صارت مواجهات بين ميليشيات اثنين معروفة للكل أنه أكو مشاكل بالبصرة بين ميليشيا سرايا وميليشيا العصاب. نتيجة هاي المشاكل والاشتباكات احترقت سيارة تتبع إلى أحد عناصر ميليشيا العصائب. بوفق مصادر محلية من منطقة النجيبية بمحافظة البصرة أنه أكو مشاجرة بين ابن أحد عناصر العصائب وجيرانه لأسباب شخصية بيناتهم ما لنا علاقة بها. المصادر نفسها تقول أنه أكو مزاعم وصلت إلى مسامع ميليشيا السرايا
عن تجاوز لفظي على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. إثر هاي المشاجرة استهدفوا مسلحين منزل عنصر العصائب المسمى أو اللي اسمه علي حميد بالقاذفات والأسلحة الرشاشة واللي راح تشوفوه فد شوية. هذا اللي تسبب بحرق سيارته الشخصية، وردت عناصر من العصائب على مصدر النيران بنيران. خلونا نشوف. هذا مو إرهاب لأمن المواطن، هذا مو تخويف للناس، هذا مو مشاكل. أردفتهم هذا اللي دسوه هسه صحيح، فلنفرض اللي صار صار وأكو تجاوز لفظي من هذا المدعو ابن علي الحميد أو غيره على مقتدى. من هو مقتدى أمام أمن المواطنين؟ هو واحد من الناس، صح لو غلط؟ بعدين القضية الأخرى، وين القوات الأمنية؟ شو القوات الأمنية إذا طلعت تظاهرة مال خريجين نشوفها بالبداية، إذا طلعت تظاهرة مال موظفين نشوفها واقفة بالبداية، إذا طلعت تظاهرة مال تربويات وتربويين نلقيهم واقفين ويعتدون، إذا لقينا تظاهرة إلى طلاب نلقيهم واقفين، بس إذا لقينا مظهر من مظاهر الاشتباك المسلح باستخدام قاذفات وأسلحة نارية رشاشة ما نشوفهم. بالعكس القوى الأمنية صارت تخاف منهم لدرجة أنه قاموا يرمون عليهم ورجعوهم وما قدروا يسوون أي شيء. السؤال هو من صاحب اليد الطولة بالعراق؟ القوات الأمنية المكلفة بحماية الأمن لو ذولي. من هو اللي مكلف بتنفيذ القانون؟ القوات الأمنية لو ذولي. من هو اللي من المفترض عليه أن يحمي المواطنين؟ القوات الأمنية لو ذولي. ليش القوات الأمنية نلقيها تعتدى على الخريجة والخريج والأستاذ والأستاذة والموظف والمواطن، وتوقف أي تظاهرة تطلع بالعراق مهما كانت مطالب هاي التظاهرات حقا؟ بالمقابل ما نشوفهم هنا. ولو لاحظتوا بالفيديو أكو سيارة حكومية كانت طابقة على صفحة دا تباوع دا يتفرج فيلم هوليوودي دا يمثلوا هنا، وراح تلقون الكاميرا مان واقف على صفحة وابو الشاري وبصفة والمخرج قاعد ورا الشاشة مالته ودا يخرج الفيلم. بس هذا الفيلم يومي، والضحية هنا المواطن. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من أم أميرة تقول هاي تالية الحكومة الفاشلة، رعب وخوف الأهالي والأطفال بسبب الرمي من قبل ميليشيات وأحزاب، لك الله يا عراق. أحمد رسن، استهتار، شنو ذنب العوائل والأطفال؟ نص الليل رمي مواجهات، دولة ماكو بواسط. وحيدر يقول دولة سايبة تتحكم بها الميليشيات. وسجاد عطى، هي هاي تالية السلاح المنفلت بيد الأحزاب والميليشيات. المشكلة أنه بالعراق لما يطلعون السياسيين وعامل إنجازات اللي سماه عام 2024 محمد الشيع السوداني ويحتفلون ويعتبرون نفسهم أنهم مسوين إنجازات، بالمقابل المواطن بدأ يشوف لهم أي إنجاز. إذا افتتحت لك جسر بالقريعات مع المشات مكلف ما أدري كم مليار، هذا مو إنجاز. الإنجاز لما نتحافظ على حياة المواطنين، الإنجاز لما نسيطر على السلاح اللي موجود بيد ناس تدعي انه يتابع الا كنت القائد العام للقوات المسلحه. الانجاز لما فعليا بالعراق اكو سياده، مو سياده بمزاجكم. ايران الطب وتطلع بكيفها، الميليشيات الطب وتطلع بكيفها، الرمي والقصف بكيفها، بينما اكو بعض المظاهر اللي تعتبروها هي ضد السياسه. الانجاز لما تحافظ على ارواح الابرياء اللي أخذوا اعترافاتهم بالتعذيب وتوقف عنهم أحكام الإعدام نتيجة قاضي أخذ هاي الاعترافات، نتيجة محقق أخذ بهاي الاعترافات، نتيجة فساد. الإنجاز لما نترجع النازحين لبيوتهم، الإنجاز لما نتعمر المدن المدمرة. أنا أعتذر، نسيت المشاريع المتلكئة. الإنجاز لما نتكمل المشاريع المتلكئة وتفكر بإعمار المدن المدمرة، هذا الإنجاز.
اما انه تطلع تسوي لي جسر وباكر عقبه مثل ما طلعت هوايه مشاريع ما يطول شهرين والجير يقوم يكسر وبايدك تشلعه، هذا مو انجاز. حكينا قبل شويه عن التظاهرات. عندنا تظاهرات كبيره لموظفين من العاصمة العراقية الحبيبة بغداد وبقية المحافظات العراقية. ذولا تجمعوا أمام وزارة المالية في بغداد حتى يطالبون بتعديل سلم الرواتب، ولوحوا أنهم راح يصعدون من مواقفهم في حال عدم الاستجابة لطالبهم. الموظفين يقولون أن رواتبهم الإسمية ما تتناسب ويا الوضع المعيشي الصعب، ما تتناسب ويا ارتفاع الأسعار المجنون بالعراق، ما تتناسب ويا الارتفاع نتيجة انهيار قيمة الدينار أمام الدولار. وادعوا أنه الحكومة هي السبب، ودعوها هي ووزارة المالية أنه تقلل الفوارق الطبقية بين موظفين الوزارات ويساووها، واعتبروا أنه سلم الرواتب الحالي غير منصف وأكو فوارق كبيرة بين وزارة ووزارة. بعيدا عن الفوارق لازم أكو دراسة حيثية ومستمرة للوضع المعيشي للإنسان، حتى هاي الدراسة الحكومة تعتمدها حتى تشوف الراتب التقاعدي والرواتب الإسمية للموظفين وتشوف رواتب الرعاية وتشوف المنح وتشوف القروض وتشوف العقود وغيرها 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 من الأمور المالية اللي تهم المواطن، حتى تقدر تحدد على قيمتها قيمة الفقر مثلا، نسبة الحد الأدنى من الرواتب، الراتب الإسمي لكل درجة وظيفية، حتى شنو؟ حتى يكونون الناس على حد سواء. خلونا نشوف تظاهرات الموظفين. من بغداد، وزارة الصناعة والمعادن شركة نصر. تجمعنا اليوم ومظاهرتنا اليوم بإقرار سلم الرواتب لجميع موظفي العراق، لأن موظفي العراق أصبحوا تحت خط الفقر. نطالب رئيس الدولة السيد السوداني بفتح هذا الملف وإدراج سلم رواتبنا في مواتنة 2024 وفوريا. تعرفون المشكلة بالعراق اليوم؟ إذا أريد نفكر بالطبقية فهي من المفترض أنه أكو طبقة غنية وأكو طبقة وسطى وأكو طبقة فقيرة. اليوم الطبقة الوسطى انعدمت. الطبقة الوسطى كانت يشكلوها بال 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 بالعالم هم الأساتذة الموظفين الكسبة، دول الطبقة الوسطى اللي أجورهم متوسطة، خلينا نقول متوسط دخل الفرد في تلك الدولة. هاي الطبقة الوسطى بعد ماكو. احنا عدنا يا أما غناء فاحش يا أما فقر فاحش، فصارت أكو طبقتين غني وفقير وبس. والغني هم مجموعة من الموجودين بالعراق اللي عندهم ارتباطات ويا سياسيين أو سياسيين وولدهم وأقربائهم. قضية اللغة، لاحظتوا بالتظاهرة قبل شوية القوات الأمنية بينت، هم وخوذهم ولبسهم ودروعهم بينين. هذا يخليني أفكر بتفكير واحد بالنسبة إلى النزاعات العشائرية والنزاعات المسلحة بين الميليشيات، هي واحدة من اثنين، يا الدولة أو اللي تعتبر نفسها دولة ووزارة داخلية تقول أنه ذولا زعاطيط والعركة بيناتهم هي تفوض ما يهمونه، مثل عركة طلاب مدارس ابتدائي المدير ما راح يدير لها بال بس راح يعاقب الطرفين
احنا العقاب ما موجود، يا اما هم فوق الدوله، انتم شو تقولون؟ عندنا تظاهره ثانيه للخريجين التربويين ببغداد. الخريجين التربويين لسنه 2020 اللي كمل سنتين عقديه، شنو يعني؟ يعني اشتغل بعقد ويا وزاره التربيه لمده عامين كاملين 730 يوم وفق القرار 315، طلعوا بتظاهرات حاشده امام وزاره التربيه، لانه القرار والوعود كانت انه يشتغلون بعقود سنه وسنتين اقصى حد 3 سنوات وراها يثبتون، لكن لحد هاي اللحظه لا هم ولا قبلهم ثبتوا، وطالبوا التربويين بالذات ان يساووهم باقرانهم من الخريجين بالوزارات الاخرى لانه حق مشروع لهم. خلونا نسمع. هذا حال الخريج بالعراق، هذا حال المواطن بالعراق. بالمقابل عندك آلاف من اليد العاملة الأجنبية ورواتبهم عشرات أضعاف راتب أي واحد من دولة. المشكلة اليوم اللي دايعانيها المواطن العراقي إن هو مدى يحس بمواطنة. المواطنة لما يحس المواطن العراقي إنه إلى قيمة بالبلد. المواطنة مو تعني المواطن بس يحب البلد، انت شلون تخلي المواطن يحب بلده؟ يحب بلده لما تحسسه بقيمته بهذا البلد، لما تحسسه انه هو مهم بهذا البلد، ما تحسسه بقيمته فقط بالانتخابات لانه هو بالنسبة لك صوت فقط، لا، تحسسه بقيمته بالراتب وبالوظيفة وبالتكافل الاجتماعي، بالفرص، تحسسه قيمته لما توفر له كل شيء. الشاب لما يدرس ويتعب ويشقى ويتخرج ويحصل شهادته الجامعية وانت كدولة او انت كدولة وانت كسياسي تسعى له بوظيفة في مكان ما وتحسس قيمته بهذا المكان لانه تعب هاي السنين اللي قبلها، ولما يثبت جدارته تصعده وترفعه وتخليه بمناصب عليا لانه هو جدير بالثقة، ساعتها المواطن راح تحس انه هو ارتاح بهذا البلد. فشنو شعور المواطن اللي دا يحسها المواطن ببلد القوات الأمنية تضرب بيه وتهين بيه، السياسيين مداري لبال يفكرون بيه بس بوقت الانتخابات، ويشوف الأجنبي متنعم في كل شيء. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت، وأول تعليق من علي التميمي: نعلن الإضراب العام لجميع كوادر 2020 من محاضرين وإداريين، لحين تثبيتنا على الملاك ماكو تثبيت ماكو دوام، قضي الأمر. أم يزن: نحن عقود بغداد لوزارة التربية من محاضرين 2020، البالغ عددنا 18,000 محاضر، ولدينا سنتين عقدية، إلى الآن لم يوجد أي تحرك بخصوصنا. ورسول هادي: نطالب بسلم رواتب بضمن يضمن حقوق جميع الموظفين. وكاظم الهلالي: دولة وحكومة وبرلمان ورئيس وقوات وسيادة العراق ما يشوفون يومية الشعب، يومية الشعب طالع مظاهرات يطالبون بحقوقهم، يعني حيا ماكو، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعدنا اتصال من أمريكا. محمد، حياك الله يا محمد. ألو، السلام عليكم أستاذ أسد، أحييك وحيي قناة الرافدين البطلة. عزيزي، السؤال الأول: الميليشيات الحشد وذول العصائب أهل الباطل، ذول مصنف هم جماعة مقتدى، مقتدى مصنف إرهابيا ترى، ها، مطلوب إرهاب مقتدى، يقتلونه مقتدى العداد يدق عليه هسه إن شاء الله أجل جاي بعون الله وسيدنا محمد. قسما بالله هم والجيش هذا الجبان، الجيش هذا الصفوي، جيش صفويين تربي تابع للإحداث الوسخة هاي تبعه، هم
هم بطول العضلات تطلع وين؟ على ابن الخايبة، على اللي يطلع اليوم متظاهرين يقتلوه، حتى المرة يقتلوها قسما بالله. هذا مو أمن، مو جيش، هذا جيش إرهابي. هم هذول اللي يحكمون العراق إرهابيين مصنفين إرهاب. هذا محمد الساعي السوداني إرهابي، هو إرهاب إرهاب. هم التابعين كل ما يستخدمون صالح إيران، هو هذا العامل المجرم الخنزير ابن الخنزير، هو الخزعلي. نعم. عمار الجرو، عمي قسما بالله هم حارين، حيشاق في الملاهي مالتهم، حيشاق ولم الاسحام مالتهم يزقون به الفلوس. عمي ما حايرين بالشعب، هم حايرين بالمخدرات والملاهي مالتهم قسما بالله. استاذ اسد والله ترى جاي وكلون الشعب العراقي نحمل الخنزير، اخاف الشعب ما يدري بيه. جاي وكلون الشعب العراقي نحمل الخنزير. تحياتي لكل قناه الرافدين البطل. شكرا لك اخ محمد. حكينا قبل شويه عن المواطنه، واحدة من مشاكل العراق اللي مدى يحس بها المواطن إن هو مواطن لما يروح للمستشفيات. قضية أساسية بالعراق لما نشوف المؤسسات الحكومية اللي تديرها وزارات وأكو وزير وما يهتم بالمؤسسات اللي موجودة جوا إيده. مثلا المستشفيات، هذه مثال موجود في برنامج صوتكم على مدار الأيام، من محافظة مصر مواطن يشكو انعدام وجود الأدوية والعلاجات الضرورية داخل المستشفيات الحكومية اللي يجبرهم على أنه يشترون العلاجات من خارج المستشفى بتكاليف باهظة جدا جدا جدا، خصوصا لذوي الدخل المحدود، خصوصا للناس اللي ما عندها شغل، خصوصا للفقرة بالعربي أو بالعامية، خصوصا ولد الخايبة اللي ما عندهم ظهر. طالب الجهات الصحية أن تهتم بالواقع الصحي إلى المحافظة، طالب أن يأهلون المستشفيات حتى تستقبل أكبر عدد من المرضى. قال أنه اضطر هذا الشخص اللي راح تشوفه بعد شوية أن يجري عملية جراحية لبنته المصابة بالسرطان، ربي شافيها يا رب. ليش؟ لأن المستشفى ما يسمح بإجراء العملية إلا وراء ما تنتظر 20 يوم بالنسبة إلى عدد المرضى الكبير اللي جبره أن يطلع برا ويسوي العملية بنفسه خارج المستشفى الحكومي. خلونا نشوف. بين إسرائيل وغزة وحرب عندنا ببريها مشتعلة، حرب بين الدكاترة وبين المرضى، والدكاترة ما ترحم بيها. نعم. السونار بس عندهم موجود بالمستشفى، ما موجود ب300 و400 و50 يسهل وياك. والسلام عليكم. السونار موجود بس ببريها، بس ببريها هناك ماكو مستشفيات. ماكو بس مستشفيات، هي قصيدة طويلة مستشفياتنا، بس حيطان ضالك شو ماكو. بالتالي مناشدتك للسيد وزير الصحة. سيد وزير الصحة اقول له يجي يشوف لنا مستشفيات البصرة بس حيطان، كل شيء ماكو. هاي الفلوس يخسرونها على الطوبشية، خلي يشترون فيها اجهزة. اكو موازنات المدير الصحة البصرة موجودة بس وين الفلوس؟ انا بدل ما اعطي 300 و400 مستعد اعطي 50. فبالتالي مناشدتك للسيد نقيب الاطباء، سيد مدير صحة البصرة، وين متابعتك؟ جماعتنا جماعة البصرة منتهين. نعم. ماكو حكي يعني النفط قاطينة من الشمال راكسي بالنفط، من الجنوب قاطينة، وهذه الأمراض الموجودة بس بالبصرة. بس بالبصرة. المحافظات ما موجودة. سبب التلوث البيئي. الكيميائية والشعاعية بس بالبصرة موجودة. ومن شو اسمه من الحكومة الأمن المحافظ على حساب التجار الناس الخيرين. يعني إذن الدولة والصحة ما مقدمة شيء للمواطن. أنت عندك مصاب بالسرطان؟ أنا هذا تحاليل شوفه. تحاليلي كلها. مرض خبيث طلعت بيت عندهم 18 سنة، سنة كاملة وبعد سنة لبين. لحد الان مسوي له عمليتين وغير التحاليل. علاج ما متوفر لها داخل المؤسسات الصحيه؟ لا ماكو، يقول لك تحاليلك ببريها والعمليه لحسابك. هذا مستشفى الاهلي مسوي عمليه بيان. مستشفى الاهلي ما سوى لك مركز الاورام؟ قل لي ما تتاخر وعلى اخر تموت. انت عندك سرطان واجلوك بمركز الاورام، بالتالي وجهوك للاهلي. قال لي 20 يوم، قلت له خليه لي وتموت. فيها سرطان 20 يوم؟ قال لي مرض خبيث فيها. وقل له 20 يوم. لا 20 يوم تموت. انطرت سويته. أريد أحكي يا جماعة المقاولة، مثل ما يسمون العراقيين اللي يدعون أن هم يقاومون الأمريكان أو يأخذون منها مقاولات. أمريكا اللي أنتم تأخذون منها مقاولات، اللي تدعون أنتم مقاومتها، مصاب السرطان ببلاش، كيمياوي وإشعاع وعمليات ببلاش. ودا أحكي لكم هذا الأمر عن معرفة شخصية ومتأكد من عنده. فشوية غاروا وسووا شيء أحسن من الجهة اللي أنتوا دا تقاوموها مثل ما تدعون. هذا مريض سرطان مو مال يقعد 20 يوم، هذا مرض
خبيث. الله يعافينا ويعافي الجميع. هذا مرض ما يصبر على صاحبه. نطلع إلى محافظة ذقار، بالتحديد عندنا انتقاد إلى أحد الناشطين بسبب الإهمال الحكومي المتعمد لإكمال مستشفى الحوراء للأطفال بقضاء الشطرة. 10 سنوات والمستشفى ما بين تلكؤ وإهمال. إهمال منه؟ إهمال أي جانب حكومي وأي جانب سياسي مسؤول عن هذه القضية. وراح نطرح تساؤل، شنو دور المسؤولين بمتابعة الواقع الصحي المتردي بالمحافظة؟ خلونا نسمع. مستشفى الحوراء اللي مستشفى داخل قضاء الشطرة اللي هي مساحتها الكلية 16 دونم، اللي هي تكون من صالة عمليات ومستشفى أطفال. راح أدخل جوا وراويكم نسبة الإنجاز بيها داخل هاي المستشفى. حسان الآن راح أدخل من الباب الرئيسي. هاي المستشفى اللي تتكون هنا عندك صالة طوارئ، هنا صالة طوارئ، هنا الأعمال يعني هي تقريبا يعني كاملة ما يقارب 95%. هاي المستشفى يعني تدخل الخدمة. طبعا للأسف الشديد دائما أنا أرجع وأكرر، زيارة رئيس الوزراء وفتح بعض المشاريع اللي هاي المستشفى اللي هي تمس المواطن، يعني الشريان الرئيسي للمواطن. طبعا هاي المستشفى هي كاملة ما يقارب 95% أو أكثر، فهناك عرقلة يعني دائما للأسف الشديد الدوائر اللي مرتبطة بالدائرة المستفيدة دائرة الصحة. طبعا هذا المشروع هو مشروع تنمية الأقاليم، هذا الحال المشروع تقريبا سنة 2013 وجهة الموافقة مالته 2019، العمل به يعني واصل مرحلة الإنجاز. طبعا يتكون من دائرة الأطباء سواء كانت دكاترة ودكتورات وطب عدلي متكامل، لكن للأسف الشديد الدوائر اللي مرتبطة مثلا اليوم دائرة الكهرباء لحد الآن مخاطبينها بكتاب موافقة ربط المولد ماكو، كذلك المجاري إلى الآن يعني كتب دائما تتأخر، ما أعرف الأسباب شنو. هسه هنا أنا كملت هاي العيادة وهاي العيادة الخارج العيادة الداخلية داخل هاي المستشفى، راح أراويكم بعد مقاطع فيديو حتى تشوفون نسبة الإنجاز بهاي المستشفى. لكن رئيس الوزراء للأسف الشديد زيارته غير موفقة، وكذلك الأمين العام كان موجود داخل الشطرة مش عجب ما أجى لهاي المستشفى وشافها وشاف شنو التأخير، اللي أنت تعرفون المستشفى يعتبر المؤسسة الطبية هي تمس المواطن. الطفل اللي العالم تفكر به انه هو تقول الطفل رجال المستقبل او الاطفال رجال المستقبل، بنات المستقبل، الطفل هو مستقبل البلد. اريد اقول لهم كلمه واحده، لو دامت الكراسي للي قبلكم ما وصلت لكم فالكرسي ما راح يدوم لك. فكر شويه انه تخلي أهمية للناس. هذا الطفل اللي معرض إلى أمراض أكثر من عندنا، معرض إلى فيروسات وميكروبات أكثر من عندنا لأسباب عديدة، الاهتمام به واجب، واجب الأب والأم والدولة. الأب والأم يفكرون شلون يلبسوه، يوفروا له أمان، يوفروا له بيت، يوفروا له ملبس، يوفروا له أكل وشرب، يوفروا له مكان مناسب، بيئة تربية صالحة، أب يربي ابنه بطريقة صحيحة، أم تربي ابنها بطريقة صحيحة. أما الدولة تفكر بتعليمه، تفكر بنشأته، بدراسته، وظيفته بعد ما يدرس، توفير البيئة المناسبة للدراسة وأيضا بعلاجه. فاشتغلوا شغلكم صح. نطلع من الشطرة نروح إلى القادسية بالديوانية تحديدا، مقطع مصور راح يشوفكم انتشار مخلفات طبية وتراكم هاي المخلفات بالإضافة إلى مياه آسنة بالقرب من وحدة من رودهات مستشفى النسائية والطفل بمدينة الديوانية بمشهد، يبين لكم نسبة الفشل الحكومي بتأهيل المستشفيات وإدامتها. خلونا نشوف.
مستشفى النسائية والطفل، المرض جايبة واللي سموها العراقيين النفسة، يقولون أو مو يقولون، علميا هي نسبة المناعة عندها 0%، قليلة جدا. وأيضا الطفل الرضيع، تعرفون أنتم شو موفرين هنا؟ موفرين بيئة مناسبة ونشطة لنمو الميكروبات والفيروسات وموت بطيء للأمهات والأطفال الرضع. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من عبد الحسين الأسدي: هذه الصورة قطرة من بحر الإهمال في كل المستشفى. وعلي فارون يقول: أكو بها معاون لاطش صار له عمر، وكم مدير يجي ويروح ونفس القذارة. وسيوف الناصري: أي شيء بخدمة المواطن ما راح يشتغلون به، لأن ما يخدمهم ما له حصة لهم. وأسد أبو محمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. ليش البصرة أم الخير والثروات ودواء ما بها؟ ليش؟ كان هذا تعليق الناس على قضية انعدام وجود الدواء بالمستشفيات الحكومية ومعاناتهم بذهابهم إلى الأهلي حتى يقدرون يا أما يشترون علاج أو يعالجون ولدهم داخل تلك المستشفيات. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حيا الله قناة الرافدين، وحيا الله أستاذ أفن، وتحياتي السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. العفو أستاذ أفن، إحنا بنشوف الوضع الحالي اللي بالمستشفيات اللي قاعد يصير عندنا ببغداد وكل المحافظات. إحنا سبب هذا الوضع الدمار الشامل اللي حل على المستشفيات وعلى المدارس، كل ما يخص إنه ترجع إذا كان مدرسة تخص للدولة وإذا كانت مستشفى تخص للدولة. للأسف بنشوف ما طول عندنا قيادات زعماء ميليشيات كامشين الدولة ومكانة الدولة كالمستشفيات ووزارة التعليم. البلد ما راح يكون يصير بخير، ولا يكون المواطن من يتمرض أو يحتاج لعلاج. الدولة ما تقدم له، تقدم له بس أنه سلاح منفلت وقاتل مقتول وهجمات على المواطن وأخذ أمواله والسطو على يعني دور الناس في أي مكان كان، دا كان ببغداد دا كان بالمحافظات، يستغلون ضعف المواطن من أجل نهب خيراته وتدميره. للأسف لو كان عندنا حكومة وسيادة قوية كان من نشوف أنه يعني المواطن يحتاج لعلاج، يحتاج لمستشفى بيها خير، لكان نظمت له أنه كل ما يخص له. بس للأسف إحنا عندنا أحزاب وميليشيات نشوف هسه المستشفيات اللي الأهلية اللي صارت عندنا ببغداد، لو كان إلها دور خاص يعني تعتمد بأنه عندك حكومة وتوفر إلى علاج وأسرة وكل هاي اللي يحتاجها المواطن، لنعتبر إحنا عندنا حكومة. بس للأسف لأنه عندنا أحزاب وعندنا مافيات وعندنا قطاعين طرق اللي من 2003 لحد الآن يشوفون العراق دي يتدمر. وكذلك قبل شوية مثل ما المقطع اللي نشوفه أستاذ أفل أنه كيف الميليشيات والسلاح المنفلت اللي يصير عندنا ببغداد وبالمحافظات، هذول الناس يعني اشتترج من عندهم من يطلع أحد القياديين ويقول بأنه من كان يوم عيد الجيش. وتحياتي للجيش العراقي البطل السابق اللي محترماتي مو هسه الحاضر، يعني من يستهزئ يقول لأنه الجيش العراقي يعني استعراض، إحنا نقاتل يومية. هو صحيح كلامه هذا القيادي اللي على دماء الشعب العراقي اللي قتلهم، صحيح بأنه يستعرضون يومية ويقاتلون، ما هو هذا الاستعراض اللي قاعد نشوف السلاح المنفلت والقتل الناس وترويحهم وخوفهم بالمناطق إذا كان بالكويت إذا كان ببغداد. هذا القتال اللي عندهم وهذا الاستعراض اللي عندهم، هي هاي معناته يدل بأنه الجيش العراقي والقوات الأمنية يعني نزلتهم إلى منخفض وأسفل السافلين. لو كان عندنا وزير الداخلية الشمري وغيرهم لكان حاسبوا على هذا كلامه. شنو معناته من يستصغر الجيش يستصغر القوات الأمنية ويعني يعطي مكانه وهيبة للحشد؟ طيب احنا نعرف العراق وكل العالم انه هو القوة الرئيسة انه الجيش، فلولا الجيش انه ما يقدر اي يعني مقابيل يقدر يهاجم ويسيطر عليه. هاليوم سيطرة الميليشيات والاحزاب بنشوف، فاسترجع من الناس قياديين من يتكلمون هذا الكلام. اما الناس المنتسبين نشوف هذا السلاح القاتل اللي يهاجمون فيما بينهم او على مواطنين ناس ابرياء، فما طول القيادين عندهم يشجعون هاي الامور. فالجيش والقوات الامنيه محترماتي للطيبين يعني فاشلين، ما زال الضباط عندنا وقيادات
تحكم هذا البلد. نعم. احنا العراق ما يصير براسه خير ولا يصير عندنا خوف من قوات الامنيه او قوات الجيش. لا زالت هاي الاحزاب اللي هي دمرت المستشفيات، دمرت التعليم، كل هاي الامور اللي قاعد تصير من زعماء الميليشيات. نعم. نعم. وما ظلمناهم بل كانوا انفسهم يظلمون. نعم. وان شاء الله بس اللي نتبنى من الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هاي الاحزاب وهاي الميليشيات ويصير عندنا حكم رئاسي يعني يكون عادل للشعب ويحاسب. نعم. هاي الاحزاب اللي فازت اللي دمرت العراق. نعم. من 2003 وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتحياتي القناة، تحياتي لك ابو عمر. شكرا لك. شكرا لك. يعني كل فتره وفتره برنامج صوتكم لازم الناقل الجوي موجود. مشاكل العراقيين هي خطوط النقل الجوي ما تنتهي. عندنا انتقاد لأحد المسافرين على بدنا الخطوط الجوية العراقية وهي الناقل الرسمي. ما أعرف ليش بالبلد أي شيء رسمي لازم بيخرب. انتقد التأخير بمواعيد الرحلات المحددة بالإقلاع والهبوط، ويقول أنه سبب هذا الشيء هو الفشل الإداري، الفساد بداخل أروقة الشركة، وأكد أنه استمرارية الوضع بهاي الآلية راح يخلي إلى الأمور تروح إلى استحكام الفشل على مدى طويل من الزمن، وهذا هم اللي يردوه ما إذا ما اتخذوا إجراءات صارمة بحق هكذا أفعال. هذا اللي يقوله المواطن. خلونا نسمع اللي قاله بالتحديد. راح نصير أوادم الخطوط الجوية العراقية، المفروض الساعة 7 ضبط الإقلاع. هذا الخرطوم فارغ إلى الآن، نسأل يقولون طيارة ماكو، يعني تبقى قاعد تنتظر الطيارة، وحسب الولد بالبوردنج يقولون الطيارة تنزل تجي من بغداد تنزل 7:30. زين هذا بينما ينزل من منازل المسافرين شو وقت راح تصعد هاي العالم؟ ماكو مواعيد. خطوط الجوية العراقية والله العظيم مع احترامي للعاملين والأخوة بالخطوط والناس المهنيين وطيارين والطاقم، لكن إدارة فاشلة وشركة خاسرة. لو بعد 200 سنة ما حد يحترمكم بأي مطار. خطوط الجوية العراقية باب الشرج على روي بثمانية وبعدها الطيارة مطارة مفروض بالسبعة. لا خطوط الجوية العراقية السلام عليكم، شو وقت راح نبقى بهذا الفساد وتألي وياكم؟ كل العاصمة صارت 8:05 8:30 تسعة إلا ربع تسعة ما تلحق الطيارة. أخويا أنا أقول لك إذا الطيارة جت بالسبعة ونص على ما نزل على ما شال الجنط وطلعها على ما سووا لها تفويلة بنزين على ما صعدوا الأكل والشرب على ما نظفوا الموجود بيها على ما صعدوكم على ما صعدوا الجنط مالتكم على ما سدوا البيبان على ما إجا أمر الإقلاع من البرج، هاي كله وقت. والله زين إذا جت بالسبعة ونص ونزلت الركاب اللي بيها وركبوكم بثمانية، والله العظيم المفروض عندهم سرعة مو طبيعية بأداء العمل. بس المشكلة أنه هاي مو أول مرة تتكرر، مو أول مرة. أنتوا تعرفون هاي جماعة الخطوط الجوية العراقية تعرفون أنه هاي شقد تنزل من 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 قيمة الشركة، شقد تنزل من تقييم الشركة، شقد تنزل من 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 وضعية الشركة بالعالم. مو بس يمكم قضية، مو فلوس وتاخذوها بس. نطلع من الخطوط الجوية العراقية ومشاكل الإقلاع والتأخير. نحن عندنا مطار النجف، مطار النجف اللي انبنى ذاك اليوم، مطار بغداد صار لعشرات السنين. مطار النجف ذاك اليوم مش قد عمره 17-16 سنة، ربع عمر مطار بغداد، يمكن مطار بغداد من السبعينات. مقطع انتشر لعمال الحقائب دول اللي يشيلون الجنط للطيارة ويرجعوها من الطيارة ويودوها للمطار ويحطوها على السير. دول الناس ايش يسوون العمال؟ الله يبارك بيهم، قاعدين يردمون الحفر، يطموها للحفر بممر عربة الحقائب، لأنه أكو مصادر صحفية تقول العمال طالبوا هواية إدارة مطار النجف أن تهيئ الممر وتسوي له صيانة، لأنه الحفر اللي موجودة به ده تعيقهم، توقع جنط تتكسر جنط سيارة تتعبهم وما يقدرون يمشون، لكن ماكو أي استجابة. هذا اللي جبرهم أن هم بنفسهم راحوا جابوا اسمنت وردموا هاي الحفر. تعالوا نشوف.
والله خطايا، جاب اسمنت وطابوك. هي كنا صبا يا شاي صبا دفع حسين السلام ورحمة الله. يلا جاء حسين نطلع. ارجع لي يا ابو حيدر. السلام عليكم. والله يمكن لازم نسمي الحكومات العراقيه حكومات الهداد، لانه دا تنتظر الشاب العراقي والمواطن العراقي من يهدع شغله ويروح هو يسويها بنفسها وهم ما يؤدون واجبهم باي طريقه. عمار الدوني يقول الله اكبر، مشكله هاي مالات الفلوس وين يودوها. الكرار يقول هذا يدل على الإدارة الفاشلة للمرافق العامة والمنشآت الحكومية، يجب تبديل الإدارة في مطار النجف الدولي، يجب تبديل الإدارة بكل العراق. زين عابدين الفتلاوي بسبب هذا النشر أكيد مديرهم بدل ما يكافئهم راح يتعاقبون مع الأسف، وهي حقيقة. جواد الكعبي الله يعلم ايش قد صرفوا مبالغ لهذا الممر. فكان هذا تعليق الناس على القضية. قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سلط الضوء على قضية أمن مطار بغداد واللي يتعرض له المسافرين من سرقة لأمتعتهم الثمينة وغراضهم من قبل كوادر المطار بوقت كانت الديرة واحدة من أكبر شركات أمن المطار والمعروفة باسم شركة G4S واللي تم إقصائها بالوقت الحالي واستبدالها بشركة بزنس انتل واللي تشير كافة الوثائق أنه ما عندها خبرة بإدارة المطارات، مسجلة على أنه هي شركة سياحية بكندا. وهي أفادت مصادر هواية أنه أكو ضغوط من متنفذين حتى يتم التعاقد ويا هاي الشركة لإدارة أمن المطار. خلونا نشوف. هذا مطار بغداد دوي. جرذان تملأ المكان وسرقات لأمتعة المسافرين وخدمات لا تليق حتى بمطار محلي، وحكومة الإطار التنسيقي تتعاقد مع شركة أمنية لحماية أمن مطار بغداد يديرها بائع شراشف أسرة ومناشف للفنادق في استمرار للفساد الذي ينهش الواجهة الرسمية للعاصمة العراقية بغداد. إقصاء مثير للجدل لشركة G4S إحدى أكبر شركات الأمن في العالم والتي حرست المطار لمدة 12 عاماً واستبدالها بشركة بزنس أنتل المسجلة في كندا كشركة سياحية. ضغوط لا مبرر لها مورست من متنفذين للموافقة على التعاقد مع بزنس انتل وسط مطالبات بفتح تحقيق في الطريقة التي منح بها عقد تأمين المطار لشركة خالية من أي تجارب أمنية أو خبرة في أمن وسلامة الطيران. No one is going to resign. موظفون سابقون من ذوي الخبرة في أمن المطارات أكدوا عدم خبرة شركة بزنس انتل في مجال أمن المطارات وطريقة التوظيف التي تتبعها عبر الواتس أب دون الخضوع لفحوصات طبية أو تقديم إثباتات لمؤهلات الوظيفة، فضلاً عن كشفهم وجود ثغرات كبيرة تتعلق بأمن المطار دون أن تكترث الحكومة لتحذيراتهم، في إشارة واضحة للإهمال المتعمد لأمن مطار بغداد. هذا مطار سمعة بلد، شنو جنط تنباك؟ مسافرين ديجون جنطهم تنباك. اتهامات لطواقم الخدمات الأرضية في مطار بغداد ومنها المسؤولة عن حقائب المسافرين بسرقة أمتعة المسافرين وأشياء ثمينة أخرى في حالة تتكرر مرارا وسط استنكار شعبي من غياب الحلول الحكومية لمشاكل المطار التي صارت حديث القاصي والداني. إقرار حكومي بمخالفات جسيمة ترتكب في المطارات العراقية لا سيما مطار بغداد وصلت لمستوى تهريب حمولات من الذهب والأموال دون أن تكتشفها أجهزة السونار بسبب عدم كفاءتها في استمرار لمسلسل الفساد الذي أنهك مطار بغداد الدولي نتيجة الإهمال والتخريب المتعمد بسبب الصراع بين الأحزاب السياسية المتنفذة عليه. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. إدلب وغزة جرح واحد، وهذا الوسم اللي تصدر الترند
منصة إكس للتنديد بالمجازر المرتكبة بحقي الشعب السوري والفلسطيني، وأنه اللي جرى من شلالات الدم بسوريا لا يمكن نصرة غزة، ولهذا السبب تصدر هذا الترند. تامر يقول: أتظنون من باع إدلب سيشتري غزة؟ أتظنون أن من باع حلب سيشتري غزة؟ أتظنون من خان القضية السورية والعراقية واليمنية وغيرهم سيشترون غزة؟ فكلهم جبناء، ولكن إحنا كشعوب ما هذا الصمت المريب؟ النقيب سيف الدين الخالدي: اللهم قد اشتد البلاء في بلاد الشام، وتوالت عليهم المصائب والأزمات، وخانهم القريب والبعيد، ولا ناصر ولا معين لهم غيرك، ولا حول ولا قوة لهم إلا بك، اللهم أنت حسبهم. عبود: أتظنون أن من باع القضية السورية وشارك بقتل السوريين وتهجيرهم أنه سينتصر أهل غزة؟ أتظنون من قصف بلاد الحرمين الشريفين سينصر أطفال غزة؟ لا تغتروا ببعض التمثيليات لتلميع صورة الحاقدين على أطفال الشام وأطفال غزة. ليندا: رحماك يا رب بأهلنا في غزة وإدلب، رحماك يا رب بأهل الخيام، رحماك يا رب بأحبابنا الكرام، اللهم في هذا البرد نستودعك كل من لا مأوى له، ونستودعك كل من لا لباس له، ونستودعك كل من لا دفء له. كانت هاي التغريدة وغيرها على هاشتاغ إدلب وغزة جرح واحد. رسالة واتساب، عندي رسالة واحدة تقول: أخي الغالي، لا توجد مواطنة ولا وطن في عقول هؤلاء الخونة اللصوص عملاء إيران اللي يحكمون العراق جمجمة العرب. هل يعقل راتب رئيس جمهورية لا يتكلم اللغة العربية بطلاقة، ولا يستطيع أن ينقل فراش في مكتبه 60 مليون دينار، وعامل نظافة يستلم أقل من 200 ألف دينار؟ أي عدالة هذه؟ ميليشيات تقتل وتسرق وتعبث بإدارة الدولة وتستلم رواتب ومخصصات ضخمة وولائها إيراني. الله يكون في عونك يا عراق. محمد الأحمد من محافظة القادسية، حياك الله يا أخي محمد. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود يانا ببرنامج صوتكم، وده تلاحظون المشاكل الدور 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 الدور، والحل بحلقة واحدة: من يحكم هذا البلد؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بإذنه تعالى باكر. في أمان الله.